فياض، ونتوقف كالمعتاد مع حسام يحيى في محطة التواصل الاجتماعي. حسام. نعم زين. أهلا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الصوت والصورة من خلال نافذة المواطن الصحفي على الموقع الرئيسي للقناة على الإنترنت مباشر -مصر.الجزيرة.نت. ونستعرض الآن ما لدينا خلال هذه الساعة. تقارير لجان التقصي الرسمية حول الأحداث التي شكلها المجلس العسكري وأيضا شكلها مرسي، أدانت الشرطة المصرية وأيضا أثبتت اتصالات بين مبارك والعدلي أمر فيها مبارك بالقتل. لماذا برأيك لم يستعين قاضي محاكمة مبارك بتلك الملفات؟ أما القضية الرابعة والأخيرة، لقاء مع أن شرودر خبيرة في أبحاث ودراسات الاستثمار في البلاد النامية، تتحدث عن فرص الاستثمار في مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن، كيف ترى كمواطن فرص الاستثمار في البلاد؟ إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة. ننتظر منكم إثراء النقاش عبر صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر، وذلك العادة عبر هاشتاج مصر_الليلة. شكرا جزيلا حسام يحيى. البراءة التي حصل عليها بالأمس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية التي نطق بها قاضي محاكمة القرن وهو مرتاح الضمير، جاءت متعارضة تماما مع تقرير نيابة الثورة التي تم تشكيلها بقرار من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين، حيث أكد التقرير الذي أذاعته الجزيرة ومبشر مصر أن قوات الأمن استخدمت مجموعات قتالية وقناصة في محيط وزارة الداخلية يوم جمعة الغضب، وأن اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير الاتصال إدارة الاتصال بالأمن المركزي أكد في أقواله أمام نيابة الثورة أنه صدرت أوامر من مساعد حبيب العدل للأمن المركزي بإمداد القوات المرابطة حول وزارة الداخلية بأسلحة آلية وبذخيرة، وإن هذه الأسلحة تم توصيلها عن طريق العميد عماد عطية بواسطة سيارة إسعاف. ومن بين ما انتهى إليه تقرير النيابة العامة التي صدرت بقرار من الرئيس محمد مرسي إلى أن وزارة الداخلية تلاعبت في دفاتر الأسلحة والذخيرة لإخفاء أدلة قتل المتظاهرين، فأين اختفت تحقيقات النيابة الثورة؟ وهل قدمت للمحكمة أصلا في هذه القضية؟ وإن كانت الإجابة بنعم، فلما لم يظهر لها ذكر في تبيان الحكم الذي أصدره القاضي في 280 صفحة؟ أزاحت تحقيقات نيابة الثورة النقاب عن جانب من الدور الذي لعبته مؤسسات الدولة أثناء ثورة يناير في قمع وحصار وقتل المتظاهرين. لا تدع التحقيقات التي أعيد فتحها في عهد مرسي مجالا للشك بأن المخلوع حسني مبارك كان على علم بتفاصيل كل ما يجري، وأن أجهزة الدولة ومرافقها ما كانت لتتورط في عمليات ضد المتظاهرين لولا الضوء الأخضر الذي حصلت عليه. قوات الأمن مثلا لم تتردد في استخدام سيارات الإسعاف والمطافي في نقل الأسلحة والذخيرة ضمن مخطط قمع التظاهرات السلمية والتستر على ما سلكته وزارة الداخلية من سبل لتنفيذ ذلك. وتنقل أوراق التحقيق عن المتهم أسامة إسماعيل المراسي أنه استقل وعدد من قيادات أمن الجيزة سيارة إسعاف من أماكن التظاهرات إلى مديرية أمن القاهرة، وتظهر لقطات مصورة سيارة إطفاء وهي تدهس أحد المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة. وتؤشر تلك الوقائع على تغول السلطة الأمنية والمخابرات على أجهزة الدولة وانتهاك القواعد الدولية في هذا الصدد. وزارة النقل من جانبها أسهمت بغلق محطات المترو المؤدية إلى الجامعة الأمريكية ومحطة ميدان التحرير وعبد المنعم رياض وجمال عبد الناصر. الهدف كان دعم مخطط منع المتظاهرين من بلوغ ميدان التحرير. أما التسخير الأبرز لمؤسسات الدولة فكان عبر قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لمنع التواصل بين الثوار، كما تم تكليف وزير الاتصالات بتتبع الدعوات لمعرفة مصدرها والتعامل معها عن طريق المواقع الإلكترونية برسائل مقابلة. في هذا السياق أقر أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بأن المتهم حبيب العدلي وزير الداخلية في ذلك الوقت أصدر قرارا بقطع الاتصالات عن الهواتف الخلوية وخدمات الإنترنت للتقليل من أعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم، وهو ما تم تنفيذه ورسخه حكم قضائي بتغريمهم جميعا مع مبارك 540 مليون جنيه من مالهم الخاص
إلى الخزانة العامة للدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغاً مقداره 540 مليون جنيه عن الأضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وصدر أيضا تكليف لوزير الإعلام أنس الفقي ببث دعاية مناهضة لدعوات للتظاهر، وزاد الفقي من جانبه إمداد رئاسة الجمهورية مباشرة بصور ومعلومات وبث مباشر عبر كاميرات مسبيرو في محيط ميدان التحرير ووحدة بث في مجلس الشعب، وتؤكد شهادة مسؤول مكتب الفقي والفنيين المعنيين تورط مسبيرو في هذا العمل الأمني المخابراتي. ورغم انتهاء نيابة حماية الثورة إلى تورط أجهزة الدولة الرسمية في قمع وحصار وقتل المتظاهرين بما يعني إدانة رأس النظام، إلا أن يد العدالة بعد الانقلاب العسكري بدت مغلولة، ربما لأن قادة الانقلاب كانوا على علم بما ستؤول إليه التحقيقات التي كان يتوقع أن تطال كثيرا من الرقاب. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من اسطنبول عبر سكايب المستشار وليد شرابي مدير منظمة Human Rights Monitor. ليس معنا الآن، سيكون معنا في وقت لاحق، لكن معنا أيضا عبر سكايب من القاهرة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق. سيادة المستشار أهلا وسهلا بك. حسب معلومات حضرتك، هل تحقيقات نيابة أمن الثورة قدمت ضمن أوراق هذه القضية هذه المحاكمة؟ دعني في البداية أشير إلى أن أحد وكلاء النيابة الشبان قد تقدم باستقالته من عمله احتجاجا على ما يرى، لأنه باشر التحقيق مع أحد المتظاهرين وكان مريضا بالسرطان وقدمه وساقه مبتورة وليس هناك عليه دليل، وعرض الأمر على رئيس النيابة المختص بإصدار القرار في شأن المتهم فأمر بحبسه، وبعد عدة أيام توفي الرجل في السجن. فلم يتحمل وكيل النيابة الشاب هذا الأمر على نفسه وتقدم بالاستقالة من عمله. أستغل هذه الفرصة لكي أوجه التحية والتقدير لهذا الحر ابن الأحرار الكريم ابن الكرام. بالنسبة لقضية مبارك، قبل ذلك، بما أن حضرتك ذكرت هذا الخبر عايزين شوية معلومات بقى عن هذا الخبر. هل وكيل النيابة اللي بتحدث عنه يعني كان يحقق مع شخص معتقل حاليا ولا كان أيام ثورة يناير؟ لا، حاليا في بعد 30/6. يعني من يعني هو استقال حالا احتجاجا على وفاة أحد المعتقلين لأنه كان يستحق أن يفرج عنه وليس عليه قضية أو اتهام، ومريض عليه دليل ومريض بالسرطان وساقه مبتورة وكان يريد الإفراج عنه، لكن رئيسه في العمل رفض ومدد حبسه، وهو وكيل النيابة استقال لهذا السبب. نعم. طيب، شاب في مقتبل عمره لم يتحمل على نفسه هذا الضيم وهذه القسوة وهذه البشاعة في التعامل مع المتهمين. بالنسبة لقضية مبارك، فأود الإشارة إلى عدة أمور. أولا، أن هناك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كان رأسها المستشار الجليل عزة شرباش، بناء عليها تم تكليف فريق من وكلاء النيابة بإجراء تحقيقات. 17 وكيل نيابة كانوا يجرون التحقيق تحت إشراف المحامي العام الأول عمرو فوزي، وسطرت التحقيقات وجمعت وكتبت مذكرة على هيئة أدلة الإثبات بلغ عدد صفحاتها 660 صفحة تتضمن ملخص لأقوال الشهود والأدلة التي توصلت إليها النيابة. توصلت النيابة إلى أن الأحداث كانت تنقل أولا بأول من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية عبر خط كان مخصصا لنقل جلسات مجلس الشعب. أود الإشارة إلى أن بعض رموز النظام قد مكنوا من التردد على قصور الرئاسة، وهذا ليس متحفا عاما
يباح لكل احد دخوله. ممكن زكريا عزمي من التردد على قصر الاتحاديه لم يكن لتعاطي الشاي والقهوه بالتاكيد، انما كان لا كان يمارس عمله بشكل طبيعي. كان هو كان رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه، وكان يذهب الى ديوان رئاسه الجمهوريه كموظف في الدوله، كان يمارس عمله. خلاص رئيس الجمهوريه تنحى، وهناك اوراق ومستندات وادله من الممكن ان بس زكريا عزمي ما تنحاش. يعني هو رئيس الجمهوريه تنحى، لكن زكريا عزمي ما تنحاش. رئيس الجمهوريه تنحى. لا يجوز التردد على مكاتب رئيس الدوله او على مباشره اي عمل في خلاص انتهى الامر، انتهى. لابد من التحفظ على كافه الاوراق والمستندات والاشرطه. طيب. التي ارجو ان تبقى معي سياده المستشار احمد سليمان وزير العدل الاسبق، معي ايضا عبر الهاتف من القاهره احمد حلمي المحامي عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين. استاذ احمد، اكيد لديك ملاحظات على التبيان الحكم الذي صدر في 280 صفحه. احنا كنا على الاقل اللي احنا لاحظناه ان ما فيش اي ذكر لنيابه الثوره وتحقيقات نيابه الثوره ولا لجان تقصي الحقائق. هل هذا اغفل تماما من القضيه؟ لم يقدم في المحاكمه ولا القاضي تعمد ان يغفله؟ حضرتك قلت الحكم اللي صدر في كام صفحه؟ 280؟ التبيان. لا، الحكم صدر في 1430. لا صفحة. التبيان، انا بتكلم على التبيان. هو قال ان الحكم صدر في 1000 تقريبا 100 وحاجه، لكن التبيان 1430. وهو قال انه كتب منهم حوالي 270 صفحه خاصين بالاسقاط التاريخي للقضيه. الفكره مش القضيه اغفلت ايه وما اغفلتش، حتى لو ذكرت نيابه الثوره، حتى لو ذكرت كل حاجه. الحكم حكم محكمه النقض بالالغاء والاعاده لوحده سبب للبراءه. يعني هو بدا تسبيب البراءه من حكم النقض مش من الحكم ده. القضيه من اولها معموله بخطه واضحه، واظن ان مفيش حد، احنا الاول كنا بنقول كده ما كانش حد بيسمع كلامنا، لكن اظن دلوقتي كل الناس شافت الخطه مرسومه من اولها لان القضيه تنتهي كده. وصل القطر لاخر محطه ليه، انتهت المساله. الموضوع مش صادم، يعني ما حدش جاله صدمه لان كل الناس كانت عارفه ان ده هيحصل. الملاحظه الوحيده مش على اسباب الحكم، الملاحظه الوحيده على طريقه تلاوه الحكم. يعني انا اعتقد ان المستشار رئيس المحكمه خرج كتير عن الاعراف القضائيه بالطريقه اللي القى بها الحكم. المعتاد ان الحكم بيلقى منطوقه، المحكمه بتطلع عشان تنطق المنطوق فقط. مش ارتجال، هو كان ينطق بالحكم ارتجالا. وممكن تدي صوره سريعه عن الاسباب، لكن هو كان في شكل اشبه بالمدرس اللي في الفصل. عمل في البدايه شويه تمجيدات كده للمتهمين، كان وقت يديهم شهادات تقدير. معظم الكلام اللي قاله ما كانش منتج، زي ما يكون بيحاول يقنعك بشيء انت مش مقتنع بيه. طيب في حاجتين يعني لاحظناهم امبارح لكن لم يكن هنالك وقت للنقاش حوله، ان هو فيما يتعلق ب، ولعل في ناس كتبت في الموضوع دوت، حسام بهجت على سبيل المثال كتب في مدى مصر على ان هو رفض الدعوه او عدم وجود دعوه اصلا ضد مبارك، لانه اعتمادا على انه عبد المجيد محمود في 23 مارس 2011 لم يكن اسم مبارك مدرجا في الدعوة الأصلية، وبالتالي القاضي افترض أن هذا اعتراف من النيابة بأنه مبارك لم يجرم في هذه القضية. فده افتراض من القاضي. هل ده ما لفتش نظركم أنتم كمحامين؟ يعني ما كان ممكن يفترض برضو أن النيابة رجعت في كلامها وشافت أن هو في سبب لاتهامه في القضية بعد كده، ليه خد بعدم القرار أولا ونسي القرار ثانيا؟ هو بالطبع القاضي لا يجوز له أنه يبني قضاءه على أحكام ظنية، أنه يعتقد أنه أو يظن. كلمة يظن دي ما ينفعش، الأحكام الجنائية دائما أحكام قطعية الدلالة. لكن هي المشكلة مش كده، هو كان بيحاول يضيف أي أسباب عشان يبين ان في اسباب كتير، لكن بس هو مبارك براءه لانه مفيش قضيه، بس مفيش سبب تاني، مش لانه ما اجرمش. يعني هو براءه لانه هو اعتبر ان النيابه اعتبرت ان مبارك لم يكن هنالك وجه لاقامه الدعوه ضده لانها ما حطتوش في الاسامي من الاول. لكن طب ما النيابه رجعت طلعت قرار تاني، يعني انت تاخد على عدم الفعل وتظن به انه يؤشر على انه اقتناع ببراءه المتهم، وتنسى الفعل الذي يؤكد ان هنالك اقتناعا من النيابه بإدانة المتهم؟
بالطبع هو القرار بألا وجه مش مقيد ليه، يعني طالما النيابه رجعت في قرار ألا وجه واعادت طيب. القضيه مره اخرى، مش من حقه ان هو يعود لقرار ألا وجه. طيب ارجع تبقى معي ارجو توقع معي استاذ احمد حلمي، اعود مره اخرى الى ضيفي عبر السكايب من القاهره ايضا المستشار احمد سليمان وزير العدل الاسبق، واريد ان اسالك عن هذه النقطه تحديدا، هل خالف القاضي القانون في ذلك ان هو اخذ بانه النيابه بما انها ما قالتش اسمه من الاول يبقى هو بريء، ونسي انه النيابه قدمت قرار بعد كده، هل له ان يفعل ذلك؟ هذه مخالفه. ليه بقى مخالفه؟ هذه مخالفه قانونيه جسيمه، لان النائب العام له حق العودة إلى مباشرة الدعوة الجنائية حتى لو كان قد صدر فيها أمر بألا وجه إذا ظهرت أدلة جديدة، طالما أن الدعوة الجنائية لم تسقط، والدعوة الجنائية في هذه الحالة 15 سنة، فلابد قرار الأمر بألا وجه الأول وهو ضمني وليس أمر صريح، لا ده النائب العام من حقه أن يعود في الأمر الصريح ويقدم المتهمين للمحاكمة. هذا خطأ قانوني فاحش. يعني ده على أساس أنه هو يكون ده السبب لوحده، بس هو من الواضح من اللي قاله القاضي امبارح، أنا ما أعرفش، أنا مش لا محامي ولا أفهم في القانون، لكن ده اللي قاله امبارح أنه هو النيابة في 23 قال ما حطتش اسم مبارك في القضية، وبالتالي هذا يعني أن النيابة بترى أنه هو غير متهم. يعني مع أنه النيابة اتهمته بعد كده، فهو خذ بالموقف الاول. قانوني، لان الاتهام اللاحق هو بمثابه عدول، وهذا امر يحق للنائب العام القيام به متى وجدت ادله جديده في الدعوه. طيب برضه النقطه الثانيه يا استاذ احمد، استاذ احمد حلمي، ان هو اعتبر ان العدل بريء من قتل المتظاهرين لان من قاموا بالقتل هم الضباط والعساكر حسب كلامه، يعني ابرياء، فمش ممكن يكون اللي اطلق الرصاص بريء واللي وشوش له في ودنه وقال له روح موت الناس دي يكون متهم. ده يستقيم مع القانون يعني؟ يعني لو اتكلمنا فيه كمبدا قانوني مجرد بعيد عن الواقعه دي، يستقيم. ليه؟ لان انا متهم بالتحريض، انا طلبت من قواتي استعمال القسوه واستعمال النار والقتل. طب اذا كانت القوات دي نفسها خدت براءه، ولذلك احنا ساعه محاكمه ضباط الاقسام اللي كانت مسؤوله عن القتل كنا بننبه لان افساد القضيه دي معناها افساد القضيه الاكبر. لما مثلا يجي في قضيه اسم السيده زينب ويقول انه ثابت ان الضباط طلعوا فوق الاسم وان هم اطلقوا النار، لكن يجي في اخر الحكم يقول ايه؟ ولكن ذلك كان دفاعا عن النفس. هنا لها دور التحريض من اصله، اذا كان الفاعل الاصلي عنده عذر قانوني. طيب ياخد عليه اعفاء، يبقى طبيعي المحرض كده. إذا كان لجان تقصي الحقائق بتقول الفاعل الأصلي غير معاقب، فالطبيعي المحرض غير معاقب لأنه شريك وليس فاعل أصلي. إذا كان التقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير نيابة الثورة بيقول إنه ما كانش في أي تهديد لوزارة الداخلية على سبيل المثال، ومع ذلك مات ناس كثيرة حوالين وزارة الداخلية ووثقوا بالأسامي في تحقيقات النيابة العامة وفي تحقيقات نيابة الثورة، إزاي يمكن أن يغفل ذلك من القضية؟ يعني حجة الدفاع عن النفس غير قائمة في وزارة الداخلية. طبعا احداث يوم 29 يناير تحديدا عند في باب الخلق وفي باب اللوق وفي شارع منصور وفي شارع محمد محمود، ده قتل وقناصه رسمي متصورين، لا يمكن تقول ان ده دفاع عن النفس، مستحيل. لكن هي الفكره ان لجنه تقصي الحقائق دي مش ملزمه لا للنيابه ولا للمحكمه. المحكمه في الاخر المشكله عندنا ان القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته، ده مبدا يعني يكون عقيدته من اي حاجه، وهو قدر يكيف القضيه بالشكل ده، وهم بنوا اللبنه الاولى للقضيه في قضايا الضباط، وكان يجب تدارك ده. يعني الحقيقه مش هم بس لعبوا وحطوا خطط، احنا كمان قصرنا، احنا قصرنا اننا سيبنا ناس تشتغل وسكتنا وسبناهم وشفنا القضايا بتبوظ بعينينا، واكتفينا باننا نكتب بس على اي مواقع تواصل اجتماعي ان كده يا جماعه القضايا بتبوظ. ما اتحركناش، سبناهم يمشوا بخطتهم لغايه الاخر، فما نجيش النهارده نقول احنا مظلومين. طيب احنا كلنا نتحمل نتيجه الحكم ده. طيب سياده المستشار احمد سليمان، لو تسمح لي، سياده المستشار احمد سليمان ايضا، يعني القاضي يعني اللي فهم ايضا من قضيه امبارح انه خلاص كده الناس دي خرجت براءة ولا وجه لإقامة دعوة عليهم في أي مكان تاني، هل هذه القضية، هل المتظاهرين اللي قتلوا في 25 يناير و26 يناير و27 يناير و28 يناير لحد 2 فبراير
دول خلاص يعني لن يقتص لهم ابدا في مصر؟ وفي طبعا النيابه اعلنت انها ستطعن على الحكم والحكم الطعن سيعرض على محكمه النقد، ومحكمه النقد ستفصل في القضيه في موضوع القضيه طالما ان الطعن للمره الثانيه. انت يعني المحكمه مش هتنظر في الاجراءات بس، هتنظر في موضوع القضيه، هتنظرها كمحكمه موضوع، كمحكمه موضوع، وبالتالي هيبقى في اعاده محاكمه ثاني يعني. نعم. يعني القضيه كده هتروح، يعني مبارك المفروض ما يخرجش بقى، ولا ما هو خرج خلاص وطلع في الفضائيات امبارح؟ لا يخرج ولكن في الطعن بالنقد سوف تعاد محاكمته. هو محبوس، مبارك محبوس، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضيه القصور الرئاسيه. ما هو خلاص قربوا يخلصوا دول او خلصوا تقريبا. لا لسه في منتصف العام القادم يعني. إنما دعني أن أشير حضرتك إلى مجموعة من الأخطاء التي تقع فيها النيابة العامة والقضاء. وللأسف الشديد أن مصر عنوانها الآن أنها دولة بلا قانون، وأن الثقة مهتزة تماما في العدالة. هناك للأسف الشديد كيل للاتهامات بلا ضابط، هناك حبس احتياطي بلا مدة بلا حد أقصى في غير الحالات التي تجيز ذلك قانونا. وقد رصد ذلك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وليست مؤسسة هيومن رايتس ووتش الإخوانية. لا، ده تقرير لجنة. هي طبعا هيومن رايتس ووتش مش إخوانية ولا حاجة، بس أنا عارف انه حضرتك بتتهكم يعني على من يتهم المؤسسات. نعم. الدوليه. نعم. بانها تابعه للاخوان. كل معارض، كل صوت حر، كل كلمه حق فهي اما اخواني واما طيب تكال اليه كل الاتهامات يعني. طيب المحكمه بتصادر حق الدفاع كما حدث في محكمه جنايات المنيا. المحكمه القاضي لا يكون حرا متجردا محايدا ويقضي بعقيدة مسبقة كما حدث من محمد ناجي شحاتة. هناك توقيع للعقوبات، أغلظ العقوبات توقع ضد المعارضين والمتظاهرين، وفي ذات الوقت نستعمل منتهى الرأفة في الجانب الآخر كما حدث في قضية سيارة الترحيلات التي قضت المحكمة بحبس الضباط سنة مع ايقاف التنفيذ. صحيح، واللي خد 10 سنين اتلغى الحكم بتاعه. بلا ادنى مبرر. يعني هو الوضع الحالي، احنا الحقيقه مش بنتكلم عن الوضع الحالي سياده المستشار، احنا عايزين كنا نركز على القضيه، واذا كان فيها اي مخالفه للقانون وفرص اهالي الشهداء في ان هم يقتصوا لابنائهم بعد كده. لكن اسمح لنا ايضا ان نشرك مشاهدينا في هذا الحوار. القضيه لو تسمح لي نشرك ايضا مشاهدينا في هذا الحوار. نتحول إلى الزميل حسام يحيى وآراء المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسام. نعم زين، السؤال كان لماذا لم يستخدم قاضي محكمة مبارك بيانات لجان التقصي التي شكلت من الدولة وأيضا أدانت مبارك ونظامه؟ أمنيتها كتبت على فيسبوك ترد تقول لأنه شامخ وعادل ولا غبار عليه. أيضا تعليق آخر من سعيد عبد اللطيف، الشعب راهن على الحصان الخسران لما وثق في الجيش والقضاء، ولما نسوا أننا في دولة المصالح فهل للنيابة أن تأتي بدليل إدانة ولي نعمتها اللي هو جايبهم ترزية قوانين؟ وسلم لي على الثورة. ده سعيد عبد اللطيف. أيضا تعليق آخر لأسلم، القاضي في عهد الانقلاب مؤبد يا زكي، قدر يحكم زكي، قدر بالبراءة، براءة يا زكي، قدر يحكم زكي، قدر بالبراءة. مش عارف التعليق. مؤمن رستم بيقول يا عم دي بلد حبست سيدنا يوسف ظلم. زكي قدرة؟ لا مش عارف. زكي قدرة يحكم زكي قدرة يشيل مش عارف ايه، يشيل اضرب يا زكي قدرة، يضرب زكي خد براءة زكي قدرة في الاخر. براءة يا زكي قدرة، يبقى براءة يا زكي قدرة. براءة. مؤمن رستم بيقول يا عم دي بلد حبست سيدنا يوسف ظلم، قشطة يعني القضاء بتاعنا شامخ من زمان. تعليق آخر من نرمين، الورق ورقهم والقوانين قوانينهم، والبلد بلدهم، يعملوا اللي هم عايزينه، والشعب ضيف ملوش حق إنه يسألهم. أيضا تعليق آخر من أسلم،
بيقول أن قرارات القضاء المصري من بعد قيام السيسي بالانقلاب أصبحت تصدر من مخابرات السيسي، والقضاء أصبحوا مجرد أدوات لتبليغ القرارات وقراءتها للشعب. اللي هو أخبار التفويض إيه يا سعاد هانم؟ أيضا ننتقل إلى تويتر، نبدأ بتعليق أو بتغريدة شيماء بتقول التقارير دي في خيالكو أنتوا بس، تقصد تقارير لجان التقصي الرسمية. أيضا تغريدة أخرى من خيري، مش عاوزة فقاقة لأنها تدين مبارك، وعندهم اللي يدين مبارك لا بيدعموه ولا بيأيدوه. تغريدة أخرى من عبير بتقول أن القاضي بياخد معلوماته من دولة مبارك نفسها وإلا بلاش. تغريدة الأخيرة من أيمن، حقيقي إيه وبطيخ إيه؟ ما هم اللي عاوزينه خلاص خدوه، شوفوا حاجة تانية بقى عشان الشعب جاله قهرة منكو، كفاية مهزلة بالشعب الغلبان. شكرا جزيلا حسام يحيى. أعود سريعا إلى ضيفية أيضا عبر السكايب والهاتف من القاهرة، أعود إلى أحمد حلمي عبر الهاتف، أحمد حلمي المحامي. لعلك يعني تابعت ما قاله المستشار أحمد سليمان أنه ممكن لمحكمة النقد أن تعيدها مرة أخرى، لكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه إذا كان النيابة عملت كده في قضية مبارك اللي قامت عليه ثورة 25 يناير، هل هتمشي بنفس الموضوع في القضايا الأخرى اللي هي بيتهم فيها خصوم النظام السابق زي الإخوان وزي شباب الثورة، ولا دي مظبطينها بقى؟ لا يعني مبدئيا هو طبعا دايما بيطلع تصريح في نفس اليوم ان النيابه حاططها عند النقد من باب التهدئه. لكن الطعن بالنقد بحيث تحديد الجلسه مقدم في المحبوس. يعني ممكن النيابه مجرد ان هي تودع تقرير بالنقد ونقعد لنا 3-4 سنين عشان القضيه دي. غير ان اصلا حكم الاعاده من النقد هو اللي سبب البراءه، فهترجع للنقد ليه؟ مش هتستفيد حاجه، يعني بلاش نتعلق بامال وهميه. النقد نفسها حطت اسباب البراءه في حكمها الاول، بالتالي لما تتحول في الطعن الثاني لمحكمه موضوع هتقضي بالبراءه طبعا. لان هي اللي قضت بالبراءه اول مره. فبالتالي بلاش نتعلق في حبال الهوى، لان ده مش هيحصل. مش مهم ومحدش هيتابعه ولا هيهتم بيه. أشكرك شكرا جزيلا أحمد حلمي المحامي، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأشكر ضيفي أيضا المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، كان معي عبر سكايب من القاهرة. وما زلنا معكم في مصر الليلة في البرنامج بعد الفاصل. اقتصاديون يحذرون من تأثير الأوضاع السياسية على بيئة الاستثمار في مصر وسط تحذيرات من موجة ثورية جديدة بعد تبرئة مبارك ونظامه.